ان شاء الله النهارده هقول لك على طريقه ازاي تكشكشي بيها من غير لا دبوس ابره ولا من غير دواس الكشكشه. هتعملي الكشكشه دي زي ما احنا شايفين، سواء بقى الكرانيش الخدادية او للملايه، بالدواس المكنه اللي هو العادي. كل اللي انت هتعرفي هتطلع معاكي ما شاء الله. طبعا دي احنا عينه بنعملها، انت هتجيبي ساعتها الشرايط اللي انت بتقصها عادي. كل اللي انت هتحتاجيه، انا العيار بتاعي بتاع المكنه انا هضيقه على الاخر. ده عيار المكنه زي ما احنا شايفين اهو، انت هتضيقي. طبعا كل واحده بتبقى عارفه العيار بتاعها بيظبط ازاي، فانت هتضيقي العيار ده وهتيجي عند ظبطه الغرزه اللي هي دي، وده عيار المكنه اللي هي للغرز. انت طبعا في الطبيعي شوفي انت بتبقى ظبطاها على كام، انا عندي هنا لو ظبطتها على 4 يبقى انا كده وسعت الغرزه عندي على الاخر. يبقى كل اللي هتعمليه هتوسعي معيار الغرزه بتاعتك، وفي نفس الوقت هتضيقي المعيار بتاعك، وهتشتغلي بدواس المكنه اللي هي العاديه. هوريكي جزء اهو فكيت اللي انا عملته عشان اوريهولك. زي ما احنا قلنا دي كده عينه معانا. الطريقه دي اسهل لك بقى من دواس، تغيري الدواس او تحطي مثلا دبوس ابره او اي حاجه زي دي. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل جزء وهوريكي هو الكشكش معانا ازاي. شايفين هتطلع معاكي كشكشه عامله ازاي. وبعد كده انت طبعا بتاخديها خياطه تانية عليها، يعني بعد ما بتعملي الكشكشه دي عشان تثبت معاكي، عشان الخياطه بتبقى ضعيفه برضو بتاعتك، فانت بتعملي عليها خياطه تانية. الطريقه دي اسهل لك بكتير من انت تغيري الدواس او تستعملي الابره. يا رب تكون المعلومه النهارده سهله وفادتكم ان شاء الله، واشوفكم على خير فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.